بدي أخذ السيدي ليليان تيان. ليليان تيان اللي أنا وكبت شغلها كتار من ولاد بيروت، وأكيد جمال عتاني رئيس بلدية بيروت بيعرف أنه ليليان تيان من الناس اللي اشتغلوا لتجميل جدران بيروت، لرسم جدران بيروت بالأحياء الشعبية والفقيرة لحتى تطلع بيروت بصورة حلوة وزهية. ليليان فقدت زوجها وابنها بالعناية الفائقة. مساء الخير ليليان، عوض بسلامتك. مرسال حبيبي، مرسال يعطيك العافية. مرسال انت ضلك هيك ونحن وراك مع كل شي صار معنا يا مرسال. انت ضل مثل ما انت ونحن معك. نحن حدك ليليان، وانت علمتينا كتير من الوطنية ومن حب لبنان من خلال الشغل اللي عملتيه على الارض. بس خبريني خبريني اول شي، وضع ابنك شو؟ وضع ابني من الحكمة بقوله استعب بعده بسواء تنصيف، نعمل له عملية الارتير اللي الارتير المهمة، نعمل له عملية وهلأ بدهم يعملوا له عملية تانية بعده بسواء تنصيف. مرسال اسمح لي اطلب من كل اللي عايز يسمعوا لنا يعملوا بس صلاة واحد مسلم مسيحي، يعملوا لي صلاة واحد لهالصبي، ما عندي غيره. صلى واحد مش طالب شيء، بس ما همم الشغل، كل اللي عملته هيدا من قلبي، هيدا لبنان، بس دخيلكم صلوا بس صلى واحد لهالصبي. بعد عنده عملية بعد يومين، دخيلكم هيدا الطلب الوحيد، سألني اللي بدك مستقبل جاوبك يا مرسال. ليليان كيف سقط زوجك؟ ووين كانوا؟ بالشغل كانوا اثنين حكمة سنين، اثنين عندهم كلينيكات حط بعضهم، كانوا بالشغل، كانوا بالشغل. صار اللي صار، خي جهاد بيته قبيلهم طلع من تحت الدمار من دون ما ياخد غراض، وركض دغري على الكلينيك حسب وش بيتهم، شاف أرماه بالأرض ما قدر يعمل له شي، حمل برنار وطلع على المستشفى. لو منه لو ما نزل هو بلا وعي على الكلينيك كان ما في بقى حتى برنار يا مرسال. كانوا اثنين وراحوا، ما عندي غيرهم يا مرسال، ما في غيره هالولد. دخيلك ان شاء الله الرب يعوض عليكي، وطبعا الرب بيحميه وبيشفيه. ليليان انت مقدمه كتير للبلد، وانت فنانه عظيمه، وانت ست رائعه، ونحن بنفتخر فيكي. اثرتي بالاستوديو، انا اكيد اثرتي بكتير من المشاهدين. لمين بتحملي مسؤوليه اللي صار ليليان؟ كيف ما بدي حمل مسؤولية؟ هيدا اجرام، هيدا ما بقوا شيء عادي، حملنا حروب، حملنا اشياء، ساعدنا فينا نساعد، بس هيدا اجرام، هيدا اجرام. لمين بدي حمله؟ لمين؟ للمجرمين. المجرمين مين بدي اقعد سمي لك يا مرسال؟ ما بقى بدي سمي شيء، مشان كلهم مجرمين. يلي بروح ولد، يلي بروح بي، يلي بروح اخت، يلي شو بكونوا هولي؟ شو بكونوا موتوا 200 واحد قاعدين ببيوتهم؟ ما عم يعملوا شيء، عم يعملوا شغلهم، عم بضحوا، عم بيشتغلوا لاولادهم لعيالهم. كيف لهم حق؟ كيف لهم حق؟ كيف قادرين يعيشوا؟ كيف قادرين يطلعوا فينا؟ على كل حال استحوا ينزلوا على الطرقات، حس انا لو شفت واحد منهم وحياتك قتلته، وحياتك يا مرسال بقتله. بس كنا قعدنا ببيوتنا نحن وقاعدين مثل الناس الاوادم، عم نشتغل، عم نطبخ، كل واحد بشغله. من اي حق؟ من اي حق يا نور؟ يا نور يا كريمينال، مثل ما قال عيسى غربي، دي فيميدو كريمينال، مش كريمينال، دي فيميدو كريمينال. يا عيب الشوم عليكم، ما لكم عين تتصلوا فينا، كلكم بتعرفوني، كلكم اتصلتوا فيني، كلكم طلبتوا مني خدمات لجامعتكم، وكلكم خدمتكم، ما التقى واحد الا سولا جميل تسال عني. وينكم؟ وينكم ما بتسألوا عني؟ وينكم؟ عندي ولد واحد، من وينكم؟ كلكم عارفين انه انا عايشة بهالولد، وينكم ما بتسألوا عني؟ لما طلبتوا خدمة كنت قدامكم 40 سنة، السنة 40 سنة عم بشغل لهالبلد، 40 ولا 10 ولا 20، 40. وينكم يا زعلان؟ ما بتسألوا عني، عن ابني؟ نقبره صلوا، نقبره صلوا، حطوا شمعة، ما بصلكم شيء، هيدي الشمعة بتسوى رقبتكم يا زعران،
وانتو يا لبنانية يا أوادي يا لو ما منساعد بعضنا ما في لبنان، لو ما بتنزلوا على الطريق مثل ما بتنزل بولا يعقوبيان وجماعتها وأصحابها وكل هالشباب يلي ولاد أصحابي يلي نظفوا الطرقات، ما في لبنان. فشل على رقبتكم تخمنوا انه انتوا لبنان، نحن الشعب اللبناني لبنان، انتوا مالكم لبنان ولح بحياتكم تكونوا انتوا لبنان، نحن لبنان، يلي ماتوا رجالنا واولادنا نحن لبنان، ويلي ما مثلهم حدا كتر خيره ربنا، بس هن لبنان، نحن اللي منطعمه بعدنا، نحن اللي منسدد بعدنا، نحن اللي منمسك بعدنا، نحن لبنان. فشل على رقبتكم، فشل على رقبتكم، انتو جزار، انتو كريمينال، كريمينال، ما بتفهموا فرنساوي روحوا افتحوا الديكسيونير، انتو كريمينال. ما تخزني مرسال، ما تخزني يا مرسال، ما تخزني يا مرسال، ما تخزني، ما تخزني يا مرسال. مرزين اطلب منه صلاة واحد، اطلب صلاة واحد يا مرزين دغيلك. كلنا رح نصلي لك يا ليليان، كلنا رح نصلي لا لإلي مش لإلي لبرنار، لبرنار، والله الله يرحم أرما. عم بيجيني كتير اتصالات انه بلشت صلوات، بلشت صلوات هلأ من أحمد حريري، من مدام حريري، رح يعملوا مسبح الدعاء لإله من الليلة. نوال المعوشي، كتار من الناس بلشوا يصلوا لبرنار. ليليان الله يرحم أرما والله يشفي برنار، وشكرا لإلك. دربوا باللبنان، انت دربوا، انتو يا لبنانية هدوا، هزوا عران بفلوا، انتو هدوا هدوا هدوا. مرسي مرسي، شكرا لإليك.